السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل لكم النهاردة كيكة في الحلة على البوتاجاز، يا رب تعجبكم. لو حد ما البوتاجاز عنده فيه مشكلة ولا حاجة، جميلة وعالية وهيعجبكم شكلها وطعمها. وقبل ما نبدأ الفيديو نصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. ياريت ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنبدأ بالمقادير. كوبايتين دقيق مدخولين، كوباية لبن دافي، هنجيب الخلاط ونحط فيه 3 بيضات واخدين حرارة، مطلعينهم من بدري واخدين حرارة الغرفة، وطبعا معاهم فانيليا، وهنضربهم في الخلاط. معاهم كوباية زيت وكيس. حطينا بعد الـ3 بيضات حطينا معاهم كوباية سكر، وهنطمن ان السكر ده كله، لان السكر يعمل له مشكلة في الكيكة. وبعدين نحط كوباية زيت، انا بحط زيت ذرة، هنضربهم كويس. وعملها في حلة ألمونيا. هنجيب الدقيق اللي احنا نخليله ونحط عليه كيس البيكنج باودر او محسن الخبيز اللي احنا جايبينه ده، او ده ينفع. هنحط المعلقة السحرية اللي قلتلكم عليها، معلقة خميرة صغيرة وذرة ملح. الخميرة هتدي هشاشة للعجينة. ونحط الخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط ونقلب درجة درجة عشان الدقيق ما يتكتلش. نحاول ما نخليش اي دقيق في الخليط. نكون مجهزين الحلة الالمونيا اللي قلتلكم عليها، هنحط لها مع ورقة زبدة من تحت وندهنها، ونطمن ان الغطا بتاع الحلة حطينا عليه فوطة من فوق بحيث ان الحلة ما يوصلهاش اي هواء. ونحطها على البوتاجاز، ويا ريت بنوطي البوتاجاز نحط شياطة، او لو ما عندكيش حاجة تحطيها حط غطا سمنة، علبة سمنة. وطلعناها قد ايه كان شكلها جميل وعالية وهشة وافضل من البوتاجاز. بعد ما بردت هنقسمها 2، وانت لو عايزة تقسمها اكتر اقسميها. كان عندي كريم شانتيه هنحط الاول عسل نحل، او لو عندك عسل سيرب تحطيه. بعدين هنحط طبقة كريم شانتيه في النص عشان نزينها. واي شيء متوفر عندك ابدأي زيني بيه. انا جبت الكريم، انا جبت كراميل وبدأت ازين بيه
الكيكه. زي ما انتوا شايفين بوزعه على كل الكيكه. ولو عندك اي حاجه تقدري تزيني بيها تانيه حطي، ممكن واحده تزين بكريم شانتيه، بس انا حبيت اغير وازين بكريم كراميل. ونبدا برضو نزين باللي هي الفرماشيه، اي حاجه متوفره في البيت ممكن تحطيها عليها تدي شكل حلو. وحطيت عملت ورده كده في النص وحطيت عليها كريزه، وده شكلها النهائي. هنقطعها قدامكم، شكلها كان جميل والطعم احلى وهشه وافضل من اللي بتاعت البوتاجاز اللي بنعملها في الفرن. وطبعا قعدت حوالي بتوطى على اخر على اقل درجه في البوتاجاز، وقعدت حوالي 45 دقيقه. لما حطيت فيها السكينة تلاقيتها مستوية. يا رب الفيديو يعجبكم، وهنقطعها قدامكم عشان تشوفوا قد ايه كان ارتفاعها جميل وهشة وطعمها الطعم اجمل. يا ريت ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو جديد مع مطبخ دودو إبراهيم، وكل سنة وانتم طيبين وبألف هنا.